عرفنا قبل كده ازاي نعمل حساب اكاونت على موقع شركة ايدوديسك، عشان لو كنا شغالين في نطاق التعليم سواء محاضر او متدرب ممكن يحصل على سوفت وير مرخص فري من الشركة. الاكاونت ده ممكن نستخدمه في حاجات كتير، وزي ما قلت قبل كده ان اهم حاجة اني بيكون في اوبشن لو انا مكركة البرنامج بتاعي زي ريفت مثلا بتكون مقفولة، منها اني اتصل بالسيرفر الخاص بالتحليل الحراري انسايت او جرين بيلدينج ديزاين. الان انا عايزه اعرف ازاي ادخل على الجرين بيلدينج ديزاين، وفي معلومه لازم الاول نكون عارفينها ان الجرين بيلدينج ستوديو مش برنامج بينزل، احنا بنشتغل عليه من السيرفر، بندخل على الموقع نفسه وبندخل البيانات او نعمل ابلود للمشروع اللي احنا عملنا له تصدير من برنامج من البرامج اللي احنا شغالين عليها ديزاين، وعملنا سبيسز وقسمنا كل حاجة، وعايزين نبتدي بقى نشوف الكوست، نوع الاتش باك، اللايتنج وهكذا. عشان ابتدي اني ادخل على الجرين بيلدينج ستوديو هروح على الاكاونت بتاعي وادخل بيه، ومن الاكاونت هروح على البارتيشن مانجمنت، من السيرفيسز هيظهر لي كل الخدمات اللي ممكن اعمل اكسس عليها، ومن ضمنها لو تلاحظوا انسايت 360. كنت قلت قبل كده اللي تابع معايا الاضافات في ريفت 2017 ان من اهم الاضافات القوية اللي حصلت في الاصدار الجديد ان هم عملوا اداة بتوصل بين التحليل اللي بيحصل على الريفت مع السيرفر بتاع الانسايت 360، شرحه جرين بيلدينج ستوديو. هروح على الانسايت 360 جرين بيلدينج ستوديو وهدوس على اكسس ناو عشان يبتدي ينقل لي على السيرفر الخاص بجرين بيلدينج ستوديو. ده الداشبورد بتاعي متقسم فوق ماي بروجيكتس، المشاريع اللي اشتغلت عليها قبل كده، داشبورد ماي بروفايل، ماي اكاونت، كل دي معلومات اوريدي موجوده وبياخدها من الاكاونت الرئيس بتاع اوتوديسك. وطبعا زي ما شايفين كرييت نيو بروجكت، تري بروجكت، تمبلت، دي حاجات هنتكلم عليها بعدين. ومن فوق في انسايت 360، يعني ممكن انقل على انسايت عشان ابتدي اعمل تحليل. في بروجكت سولون، دي نفس الجرين بيلدينج ستوديو بس الواجهه مختلفه شويه وفيها حاجات على حسب اللي انا عايزاه، بيكون في اضافه للكاست وفي الكلاس. خدوا بالكم من الادرس بار عشان تعرفوا لو حبيتوا ان انتوا تعملوا اكسس على طول على الجرين بيلدينج ستوديو، بتكتبوا gbs.adresk.com/gbs/project. لو انت مش داخل على الاكاونت بتاعك هيجيب لك الشاشه ان انت تعمل لوج ان، هتعمل لوج ان بالاكاونت بتاعك فهيدخل على طول. ده البروجكت سولون اللي فيه اخر حاجات انا عملتها. اللي على اليمين ده التحليلات اللي حصلت. انسايت 360 ده خاص بالتحليلات على حسب فكرة 2030 اللي هي بتتكلم على نت زيرو، المحصلة صفر. كنت برضو اتكلمت عليها في الكورس الخاص بالاضافات في ريفت 2017، كنت اتكلمت ان من اكتر من 10 سنين ابتدوا الناس اللي بره يفكروا ان نسبة الانبعاث او الاكسيد في البيئة جامد جدا، المباني بتستخدم الوقود فبيكون في نسبة انبعاث بتأثر على البيئة المحيطة، والاستهلاك الكهرباء بيكون غالي جدا، فاحنا عايزين نعمل حاجة نوصل بيها المبنى ان المحصلة بتاعته تكون زيرو، يعني اللي يستهلكه يطلعه فيستهلكه تاني فيطلعه وهكذا، فنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل الكوست. وحتى لو عملنا حاجة عشان على مدار 20 ولا 30 سنة تكون المحصلة بتاعت الكوست بتاعي ده قليلة. فابتدى بقى فكرة الجرين بيلدينج ديزاين، المباني الخضراء، الليد
ازاي نقدر طيب الاستراتيجية بتاعتنا، ازاي نقدر نخلي المباني دي خضراء او تستخدم الطاقة المتجددة طاقة الرياح وهكذا. طب ازاي نقلل الانارة، ازاي نستغل ضوء النهار ان احنا نقلل استهلاك الكهرباء اللي احنا بنستخدمه في الانارة. طب اللمبة نفسها يا ترى ممكن نعمل لمبة موفرة تقلل سحب التيار الكهربي فنقلل الكهرباء. طيب بالنسبة للتدفئة والتبريد، الكهرباء اللي هي بنستخدمها عشان الموتور يشغل المراوح او يشغل الدفاية، هل ممكن مثلا نقلل الكهرباء دي نعملها هايبرد مثلا، نخلي الموتور يكون ياخد 50% بس كهرباء، والخمسين التانية مثلا ندخل عن طريق خلايا شمسية معينة فنقلل استهلاك الكهرباء وهكذا. لو حبيت ان انت تدخل على برضو اوتوديسك انسايت 360 هتدخل بالاكاونت بتاعك اللي هو احنا عملناه، هتدوس على اي 360 لوجين وهتدخل بالاكاونت، ودي الواجهة اللي بتكون موجودة